السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم طارق إبراهيم النهاردة. طبعا الأسبوع اللي فات كان من أصعب الأوقات على ناس كتير، ويعتبر من أحلى الأوقات لناس كتير برضه. هنقول الناس الصعبة عليهم الأول، هي الناس اللي للأسف اترفضت في الهجرة أو في الهجرة العشوائية. طبعا في ناس كتير بعتت لي رسائل لما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ان في ناس اترفضت في الهجرة العشوائية، فبدأوا يسألوني يقولوا لي يا ترى ايه هي الهجرة العشوائية وايه اللي انت بتتكلم عنه، وبعت لي اللينك انا عاوز اقدم. فانا حابب اقول تاني يا جماعة، الهجرة العشوائية بتفتح في شهر اكتوبر. الشروط بتاعتها لازم تكون 18 سنة أقل حاجة، تكون معاك حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، بتقدم بالباسبور برقم الباسبور، تقديم مجاني. معرفش السنة الجاية هم كانوا بيتكلموا إن هم عاوزين يقللوا موضوع الباسبور عشان الفرص تبقى أفضل لناس كتير، فأتمنى تحصل. ما نعرفش لسه، بس انا بتكلم على السنة اللي فاتت كان التقديم بالباسبور. ايه تاني؟ مش محتاجة اي حاجة. بعد كده بتدفع فلوس لما تتقبل ان شاء الله. النتيجة بتبان امتى؟ بتبان بعديها بسنة، بتبان يوم 7/5. ولسه مكملين معاكم. طبعا انا النهاردة شغال من المكتب، مش شغال من البيت، قلت فرصة كويسة نطلع مع بعض نتكلم برا. طبعا شايفين دي في كل شركة كده بيبقى فيه، بص الشركة هنا اهو، في كل شركة بيبقى فيه بارك او زرع وعاملين قعدات، عشان احنا عندنا هنا في امريكا دايما تشوفوا اخضر كتير، يعني تشوفوا غابات كتير واخضر كتير على الطرق، ممكن تمشي على طريق فيه اشجار وغابات بكميات كبيرة جدا. ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، انا بحب استمتع بالطبيعه بالخضار. بصوا المنظر، بصوا السماء عامله ازاي، دي اكتر حاجه بستمتع بيها. نرجع لموضوعنا ونكمل. فكنت بتكلم عن الهجره العشوائيه والناس اللي اترفضت وما كانش ليها نصيب للقبول السنه دي. بدات احاول بقى افك من الاكتئاب شويه، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا عشان كنت متعلق بالموضوع قوي وكنت متعشم فيه قوي فتاثرت بيه قوي واتضايقت. بس زي ما احنا دايما مع بعض بنقول ان كل اللي ربنا كاتبه هيكون، يعني مفيش نصيب للناس اللي ما اتقبلتش وربنا لسه ما اذن لهمش ان هم يسافروا، وفي نصيب للناس اللي اتقبلت ربنا يوفقهم ان شاء الله ويخشوا يعملوا الدي اس بتاعهم ويبداوا يشتغلوا على بياناتهم. طبعا نصيحة بس للناس اللي بتطلب العناوين، بلاش موضوع العناوين قوي، ان انتوا يعني اي واحد بيعمل فيديوهات او اي شخص كده ما تعرفهوش قوي بقول لك ايه اديني العنوان، الموضوع مش بالسهولة دي يا جماعة، ده انت مستقبلك كله على الموضوع ده. موضوع العنوان لازم يكون حد موثوق فيه، حد هيخلي باله هيعين لك الحاجات، ده انت الجرين كارد او البطاقة الدايمة بتاعتك هتوصل عنده على عنوانه. تمام؟ في جروبات كتير تقدروا تخشوا على الجروبات اللي في امريكا، تخشوا تتعرفوا على الناس، تتكلموا معاهم، مش تبقى لسه متعرف عليه جديد، يكون في بينك وبينه علاقه، ان انت ممكن مثلا والله لو انت محتاج حاجه من مصر انا هجيبها لك معايا، تظبط مع الشخص يعني ويكون في بينكم علاقه، ما يبقاش كلام من بعيد لبعيد وتقول له اديني عنوانك. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي انا مثلا، انت عشان بتتفرج عليا مثلا تقول لي اديني عنوانك، تثق فيا ازاي؟ تضمن ازاي ان انا اخلي الحاجه معايا؟ فهي دي الفكره، يعني ان تعرفش ظروفي، انا ممكن اسافر من الولايه اللي انا فيها اسيب العنوان اللي انا فيه. فالموضوع يعني صعب جدا وموضوع حساس. تمام؟ شفت في جروبات كتير ناس بتتكلم عن البي او بوكس، او اللي هو بتاخد لك بوكس في البوست اوفيس. لازم اتاكد من الموضوع عشان ما افتيش فيه كتير، هدوركم في الموضوع ده، وانا اعتقد ان ده يعتبر افضل موضوع. انا عارف البي او بوكس ده تبع البريد، اعرفه يعني، انا كنت عامل بوكس قبل كده وليه شهريه بتدفع $9 في الشهر وفي $10 في الشهر على حسب الحجم وعلى حسب انت عاوز تحط فيه ايه. ف
فهتأكد لكم الموضوع ده، وبعدين اعتقد ان ده يعتبر افضل حاجة. طبعا هو هيكلفكم شوية، بس انا بالنسبة لي ادفع فلوس وانا ضامن مكاني افضل من ان انا مثلا طارق يعشمني او ده يعشمني وبعد كده يبيعني او بعد كده يطلب مني فلوس والكلام ده كله. طبعا ما نعرفش نفوس الناس ايه في مواضيع الاستغلال ده، فخلوا بالكم للناس اللي جاية قريب، ما تثقوش في اي حد، ما تثقش في اي حد يقولك تعالى وما عليك، تعالى وما لكش دعوة، انا هشوف لك العنوان، انا هشوف لك البيت. انت اللي هتقدر تجيب كل حاجة لنفسك. انا مش يعني مش بعمم كلامي على كل الناس، صوابعنا مش زي بعضيها، بس انا مش عاوز حد يجي يتصدم في اي حد. ما تاخدش وعود من اي حد، ما تحاولش تعتمد على اي حد، عشان ممكن مش ممكن الانسان يكون نفسيته وحشة، ممكن يكون ظروفه في الوقت اللي انت جاي فيها تتغير، يكون الراجل يا جماعة هنا انت ممكن في يوم وليلة تخسر شغلك، ممكن في يوم وليلة تسيب المكان اللي فيه تروح مكان تاني. خدوا حذركوا. معرفش انا لو شفتوا الفيديوهات القديمة بتاعتي اتكلمت في الموضوع ده قبل كده عن تجربة الناس كانوا متفقين ان هم نازلين عند حد معين في ولاية كاليفورنيا، وفي الاخر اتقابلنا عاشوا في ولاية نيو جيرسي هنا. ليه؟ لان هم كلموه بعدين الراجل طنشهم وما بقاش يرد على تليفونه، فضلوا في المطار، راحوا في الاخر نزلوا في فندق، من هنا لهنا الدنيا لفت بيهم، جم على نيو جيرسي. بس دول حظهم كان معاهم فلوس كتير فما خسروش حاجة. يعني انت معلش لو انت يعني ظروفك مش على قدك وما فيش فلوس، حاول ما تعتمدش على حد، عشان ممكن اللي تعتمد عليه يبيعك، فانت تيجي تتبهدل بقى وتخسر، تيجي تتبهدل وتخسر كل حاجة. فاحنا عاوزين ازاي؟ عاوزين نبدأ نعتمد على نفسنا. خلاص انت جاي امريكا، ممكن الشخص برضو اللي هو ناوي يساعدك ما يبقاش فاضي، فانت ساعتها هتعمل ايه؟ هتقولك مثلا والله ده انا بيزي في الشغل الاسبوع ده كله، عندي كل يوم من الصبح للليل وما فيش حد يكفرني وانا شغال لوحدي. هتستنى انت الاسبوع من غير شغل؟ هنا الساعة بفلوس، فانت كده ساعتها انت خسرت فلوس كتير. فعشان كده بقولك ان انت لازم تبدأ تبحث، تخش على جوجل تدور، تعتمد على نفسك، تعرف ان مثلا واحد قال لك انا هاجي استقبلك من المطار، لا انت تشوف بقى ازاي انا هنزل مثلا في جيرسي سيتي المطار، لو انا نزلت المطار وده حصل معاه حادثه اتزنق في مرور، هقعد في المطار؟ طيب هاخد اوبر؟ اوبر بيشتغل ازاي؟ الاوبر بتاعي يشتغل عادي في امريكا؟ تخش تبحث في جوجل، تدور، تشوف التاكسي، تشوف المواعيد ساعات الاتوبيس، تشوف الاتوبيسات اللي هناك، تشوف القطارات اللي هناك، عشان تبقى عارف لو اتزنقت او حصل معاك اي حاجة تخلص نفسك على طول. عاوزكم تكونوا مستعدين للظروف. البحث عن عمل، تبحث عن عمل ازاي؟ بتشوف الهيلب وانتد ساين، ممكن في اماكن ما فيهاش الهيلب وانتد، ازاي تعمل ابلاي اونلاين، ازاي لو انت جاي ناوي تدرس، ازاي تروح تشوف السكولز اللي حواليك، تجهز، تشوف مواعيد السكولز، تشوف مواعيد السمستر او الترم، الترم بيبدا امتى، عشان ما يجيش تبقى سخن ومتجن بقول لك يا تيك وانا جاي بقى عاوز ادرس وعاوز اعمل، تيجي انت ويكون اصلا السمستر خلص ولسه السمستر التاني فاضل عليه 3 4 شهور، يبقى انت كده بتحرق في كلام في الفاضي. اعرف المواعيد، اعرف مواعيد كل حاجه، اعرف مواعيد الاماكن الحكوميه اللي انت هتروحها، عاوز تعمل كارت بنك، عاوز ما تجيش تقول لي يا تيك وانا عاوز اعمل كارت بنك تاني يوم، تبقى محتاج ابروف ادرس، لازم يجي لك جواب على بيتك ويكون جواب رسمي حلو عشان تقدر تروح بيه البنك. اعرفوا الحاجات المطلوبة منكم، جهزوا كل حاجة، روح ترجم الشهادات بتاعتك، ترجم شهادتك لو انت ناوي تكمل دراسة. فانا عاوز الناس تستعد، ابحث بنفسك، دور، ما تستناش انك تعتمد على حد. الفيديوهات موجودة وكل حاجة، تقدروا تشوفوا الفيديوهات، بس خش ابحث ودور، ما تسمعش مني انا لوحدي، اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده. مش لازم اللي بتشوفهم على اليوتيوب تروح تكلمهم وتقول له ساعدني واعملني، هم ممكن عاملين الفيديوهات دي عشان المعلومة تتوزع على الناس. يعني انا مثلا معلش هو انا دلوقتي عندي 5 دقايق اعمل الفيديو، ممكن لما تيجي ما يكونش عندي دقيقة، ما يكونش عندي 5 دقايق، عندي ظروف، عندي فاميلي، عندي حاجات كتير مش لازم اشرحها لكل الناس، لازم تفهموا القصة دي. طبعا انا التون بتاعتي متغيره دلوقتي بالنسبه لكم، انا زمان بقول لك اهلا وسهلا وتعالى، ودلوقتي التون متغير لان لازم تتعودوا على التون دي، ممكن تسمعوا تون اوحش منها مع اي شخص وهو مش قصده،
لانه هو فعلا مشغول. هتيجي تسمع كلمه مشغول هتيجي ترن على واحد مش هيرد عليك، هيقول لك انا اسف مش هقدر ارد دلوقتي عشان انا في الشغل ممنوع ان انا ارد، يكون في ظروف عندهم في الشغل، عنده اجتماعات ما يقدرش يرد على التليفون، مش هترجع انت تتقمص. ممكن بعد يقول لك هكلمك بعد ما اخلص شغل، يخلص شغل وينسى ما يقدرش يكلمك، هو مشغول اكتر منك. فما تقولش ده شايف نفسه ايه، ده هو انت معامل لي فيها عم المهم. لا مش عم المهم، هو مش مشغول والظروف الحياه مختلفه وصعبه. فده اللي انا حابب اقوله للناس، استعدوا وجهزوا نفسكم. بعد كده ان شاء الله اول ما تيجوا بعد كده كل ما بعد ما تيجوا كل حاجه سهله باذن الله، والتدوير عن الشغل والحاجات ده كله سهل. اهم حاجه زي ما انا قلت لكم تجيبوا معاكم فلوس زياده. طبعا زمان كنت بقول للفرد حاول تجيب 3 4، انا دلوقتي بقول مع زياده الاسعار هات معاك 5 6، لان الاسعار مولعه نار. ان شاء الله اتمنى باي ذا تايم او انتوا وقت ما انتوا تيجوا تبقى الاسعار اقل والاسعار تكون نزلت والحياه تكون بقت اسهل. فاتمنى لكم التوفيق، وهنتكلم ان شاء الله في الفيديوهات. طبعا انا اهتميت في الفيديو ده بالناس اللي هي اتقبلت. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الطرق المختلفه للتقديم او للسفر لامريكا غير اللوتري او للدول التانية زي ما احنا قلنا. فانت لو شفتين اخر فيديو شكرا لمتابعتكم، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم، كان معاكم طارق ابراهيم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. يلا مع السلامة.